اهلا بكم مشاهدينا وحلقه جديده من برنامج مشاهير ومشاوير. في الفتره الاخيره ناس كتير بتتكلم عن توزيع السلطات داخل الدوله، مش بس السلطات المعروفه لدينا زي السلطات التشريعيه والسلطه التنفيذيه وغيره، ولكن اصبح هناك ايضا انواع اخرى من السلطات. اصبح في سلطه الشارع وسلطه التحرك في الشارع، واصبح كمان في سلطه قويه جدا لما يسمى بالسلطه الرابعه او الصحافه. ضيف حلقتنا النهارده هو من ابرز رموز السلطه الرابعه او من ابرز رموز الصحافه، هو الكاتب الصحفي احمد ايوب وهو مدير تحرير المصور. اهلا بك معنا. اهلا بيك يا فندم وبشكرك على التقديم الجميل ديت. هو مش ابرز رموز، من ابرز تلاميذ الصحافه. فيعني اهلا بك استاذ احمد، ربنا يخليك. في الفترة الأخيرة ناس كتير أحيانا اللي بتتابع كتاباتك بتقول إنه أغلب الكتابات بتمشي ضد ما يريده الشارع. يعني ناس كتير بتحب تقرا الصحافه اللي بتقول انه الرئيس مسؤول عن وعن وعن وان هو مقصر في وفي وفي، ولكن اغلب كتاباتك في الفتره الاخيره ما بتتكلمش في هذا الموضوع، ما بتمشيش في هذا التيار، بالعكس بتلقي بعبء اكبر على المواطن. تعليقك؟ طب ده الحمد لله كويس، ده عدد من الاخوان بيقولوا ان انا عكس كده خالص، بس عموما كويس. بص حضرتك، الصحفي والكاتب تحديدا لابد ان يكون يراعي ضميره فيما يكتب، ولا يكتب إلا بما يرتضيه ضميره، وإلا هيبقى أبوك ويبقى منافق. ولا أحب أبقى أبوك ولا أحب أبقى منافق ولا أحب أخد مكافأة ما أكتبه. أنا نظرتي لفكرة علاقة الحاكم بالمحكوم، كنت بقول لحضرتك قبل الهوى، أنها علاقة تعاقدية. العقد فيها شريعة المتعاقدين. العقد هو الدستور والقانون اللي بيحدد مهام رئيس الجمهورية ووظائفه والتزاماته، وفي الناحية الأخرى التزامات المواطن. الوعود الانتخابية ألا تعد جزء من التعاقد؟ أنا هكملك. لكل عقد له ملاحق مرفقة به. نعم. أحد ملاحق العقد الرئاسي أو علاقة العقد الذي يحكم علاقة الحاكم بالمحكوم هو البرنامج الانتخابي الذي يطرحه المرشح قبل أن يكون رئيسا. بمجرد ما نجح وأعلن نجاحه كرئيس للجمهورية، هذا بعتبره تصديق على عقد العلاقة. نعم. وبالتالي كل ما في هذا العقد من التزامات على الرئيس أن يوفي به، وكل ما في هذا العقد من واجبات على المواطن أن يوفي به. ليس من حق الرئيس أن يطلب المواطن بأن يوفي بما عليه قبل أن يوفي هو بما عليه، ولا العكس ايضا يجوز. الامر الاهم انه في كل عقد يمكن ان يكون هناك شرط فاسد. خلي بالك من كلمة فاسد. الشرط الفاسد يبطل لكن لا يبطل العقد. يعني عندما يكون في العقد شرط فاسد، فاسد يعني ايه؟ يعني مخالف للقانون، مخالف للدستور. الشرط فقط هو الذي يبطل، ولكن التعاقد لكن يظل العقد كما هو مستمر بالشروط الاخرى. هل شايف انه كان في اي شروط فاسده في تعاقد الرئيس مرسي مع الشعب المصري؟ ما بين كان لدينا عدد من المرشحين انتهوا في النهايه الى 2، قدم هذا برنامج وقدم هذا برنامج، فانتخب الدكتور محمد مرسي رئيس للجمهوريه بما في برنامجه من التزامات واضحه، وكان من ضمنها شرط انا بعتبره شرط فاسد او التزام فاسد، وهو شرط ال 100 يوم. لان مفيش ابدا حد يفهم طبيعه الواقع المصري ويفهم ظروف المجتمع المصري ولا مشاكله يقول لك ان انا هحل الخمس ملفات الضخمه دي في 100 يوم. لا المر هيتحل في 100 يوم، ولا النظافه في 100 يوم، ولا رغيف الخبز في 100 يوم، ولا الامن في 100 يوم، ولا المشاكل الاقتصاديه دي هتحل في 100 يوم. دي عايزه 100 سنه، لكن هقول عايزه 100 شهر. وبالتالي انا بعتبر ان هذا كان شرط فاسد الزم به الدكتور محمد مرسي، او بمعنى اصح الزمت به حمله الدكتور محمد مرسي نفسها والزمته به دون ان يعوا ان هذا الشرط من المستحيل ان يتحقق. هو الرئيس مش ملزوم بحملته؟ يعني هو مش مسؤول عن حملته؟ حضرتك بتقول حملته الزمته. بالظبط، هو ملزم بحملته، لكن خلينا بتكلم بالمنطق ان احنا في الايام الانتخابيه بنتكلم عن الحمله الانتخابيه لفلان، والحمله فيها مستشارين وبيروا وبيشوفوا ايه اللي ممكن يوضع من التزامات وازاي نقدر نجذب المواطن. وبالتالي هذا الشرط انا بعتبره انه شرط فاسد سقط وابطل، لكن بقي العقد الاصلي ما بين المواطن وما بين الحاكم كما هو موجود. هذا العقد بيقول ايه؟
بيقول على ان على الرئيس التزامات الزم نفسه بها في مواعيد واضحه ومعقوله وموضوعيه، عليه ان يلتزم، لكن على المواطن ايضا ان يلتزم بواجباته التي حددها عليه الدستور. لما اجي النهارده اقول ان كره تعلن الانفصال، هل هذا معقول؟ بلاش نتكلم في المواضيع اللي هي شديدة التطرف زي انه قرية اعلنت الانفصال، ولكن في اشياء تانية زي مثلا تظاهرة او وقفة احتجاجية عفوا يعني امام مثلا مبنى او منزل رئيس الوزراء، ناس حملت للدكتوراه وباطلة لحد دلوقتي بتعاني من البطالة. ومن قال اني ضد هؤلاء؟ انا مع هؤلاء قلبا وقالبا، ومع حق التظاهر قلبا وقالبا، واول واحد ادعو للتظاهر، لكن للتظاهر شروط. اللي هي؟ أولا أن يكون تظاهرا سلميا، ترفع مطالبك دون تخريب، دون عنف، دون سب، دون قصف. في المقابل على الدولة أن تستمع إلى هؤلاء وأن تتحاور معهم وأن تبحث عن وجود حلول لمشاكلهم. أي علاقة، أي مشكلة بتتحل إزاي يا أستاذة؟ ان ده بينتقل من مربعه لمربع وسط، والطرف الاخر ينتقل من مربعه لمربع وسط، مش كده؟ اذا مطلوب من الاثنين يتحركوا، ما ينفعش اصرار هذا على موقف ولا اصرار هذا على موقف. ما يحدث لدينا الان حقيقه شيء غريب عن ما يحدث في العالم كله، ان ولا المتظاهر عايز يتحرك من مربعه ومصر على مطالبه، ولا الحكومه عايزه تتحرك من مربعها وتصر على مطالبها انها لن تنفذ. أنا ألوم الحكومة أنها لا تبحث في مناقشة كل ما يتعلق بمطالب الفئات المختلفة من الآن، وكان أولى بالحكومة أن يكون أول مهمها وملفاتها تقول أن أنا هفتح ملف مطالب هذه الفئات، لأنها فئات ظلمت كثيرا وأجحفت في حقوقها كثيرا وأغضبت كثيرا، فكان لابد لحكومة أول حكومة تمثل رئيس منتخب بعد الثورة، كان لابد أن تضع ملفات هؤلاء الناس أو هذه الفئات على مكتبها كأول ملفات وأهم ملفات. لكن ما حدث أن الحكومة تعللت بفكرة أنه ليست هناك إمكانيات مالية نوفر بها كذا. هؤلاء لم يطالبوا بإمكانيات مالية وإنما ولم يطالبوا بتنفيذ فوري، وإنما طالبوا الحكومة بخطة واضحة بتقول أنا هنفذ 1 2 3 4. الحكومة لم تستجب، وهؤلاء أيضا مصرون على موقفه. أنا لا ألوم المتظاهر السلمي، بل بالعكس أشد على يده وأقول له إنك ليك حق لازم تطالب بيه. بس بعض الناس كانت بترى إنه في كتير من كتاباتك فيه وكأنك بتعول على المواطن إنه لا بلاش تظاهر دلوقتي، إنه كفاية كده يعني. بعض الناس رأت ده في كتاباتك. أقول لك إيه؟ حجة البليد إيه؟ مسح الصبورة. طب الحكومة بتقول المتظاهرين مش مخليني افوق للبلد ولا مخليني ابقى متفرغ لكذا. لما نديها فرصه نتفق كمجتمع مدني، ها، نقول سوف نعطي هذه الحكومه 6 شهور مش هنتظاهر. اللي صبر 30 سنه مش هيصبر 6 شهور. خليني اكلمك بالعقل. نتظاهر بعد 6 شهور. يصبر ازاي وفي ناس طول الوقت يعني صحفيين برضو بيكتبوا في الجرايد عن حالات الفساد اللي بيتم كشفها لحد دلوقتي، عن تهريب البترول مش عارفه بكم مليون. تمام. يعني هو يصبر ازاي وهو شكرا. عارف ان في مواطن داخل الدوله بيتقاضى 1,000,000 جنيه مثلا شهريا. تمام. يصبر ازاي وفي صحفيين طول الوقت بيكتبوا عن الموضوع ده؟ قلت كلمه حلوه جدا مش عايز اعديها. قلت الجرايد بتكتب عن حالات فساد يتم ايه كشفها، اذا بيتم ايه كشفها مش التستر عليها. طب انا ارحب بهذا ولا انتقده اذا كان هناك بدا كشف الفساد وبقينا عارفين ان في ناس بتاخد بالمليون جنيه وبدا يتم التضييق عليها مستمره في ناس مستمره. بصي خلي بالك، هو انت ينفع النهارده تاخدي شقه مهجوره قديلها 40 سنه ولا 30 سنه ولا 50 سنه؟ عشان مش عايز اصدم من العصر اللي فات بس، لكن هاخد من اول الثوره. ينفع تاخدي شقه مهجوره وتقولي هسكن فيها بكره؟ ولا لازم توضبيها وتجهزيها وتنظفيها وتعيدي كذا وكذا؟ صح. انت النهارده، انا مش اخواني على فكره، ولم اكن ممن انتخب الدكتور محمد مرسي، وقلت هذا في مقالاتي بوضوح، ومن قرأ مقالاتي سوف يجد في اكثر من مقال انا لم انتخب الدكتور محمد مرسي، لكن
الكاتب كما قلت لحضرتك والصحفي لابد ان يراعي ضميره، الضمير الان حسب ما اراه انا قد يختلف معي اخرين وهذا حقهم، وقد اكون انا مخطئ وب 90% انا مخطئ. ما اراه انه لابد ان نعطي هذه الحكومه فرصه حتى لمجرد ان نزيل حجه البليد. وبعد 6 شهور اقول له تعالى بقى انت عملت ايه؟ هو النهارده كل ما حد بيسال رئيس الوزراء او اي وزير يقول له عملت ايه؟ بيبقى الرد ايه حضرتك؟ هم مخلينا نشوف شغلنا؟ المظاهرات ده معطل الانتاج، طب ما نشتغل 6 شهور. كم في المية من الصحفيين خاصة اللي اقلامهم مؤثرة بيتبنوا رأيك؟ ما حسبتهاش ومش عايز احسبها لان انا ما ببصش على الاخرين، انا ببص ما اقتنع به انا شخصيا. بس حضرتك بتدعو انه المجتمع المدني كله، يعني المجتمع المدني اللي بيشكله جانب منه كبير، تقترح مش تدعو، انه المجتمع المدني ككل اللي جانب منه او بيشكل جانب منه كبير هو الاقلام الصحفيه اللي اصبحت يعني لحد كبير بعضها بتحرك الشارع دلوقتي. تمام وعلى الاقلام الصحفيه ان تبتعد عن المزايدات وان تبتعد عن شراء الاصوات واللعب بالنار وان تفكر في مصلحه هذا البلد. بوضوح شديد جدا قد اكون مضار من ان يكون في الرئاسه اخواني او سلفي او الى اخره، لكن هاكون مضار اكتر لو البلد دي انهارت، هاظلم اكتر لو ما بقاش في دوله اسمها مصر، لو عشنا زي اللي بيعيشوا دول اخرى. احنا عارفين ان احنا طالعين من محنه، هذه المحنه تتطلب منا الصبر وتتطلب منا ان نتكاتف وتتطلب منا أن نتجاوب مع المطالب التي تدعونا إلى الوقوف بجانب البلد وبجانب السلطة الحاكمة حتى ولو لفترة قصيرة حتى تأخذ فرصتها ثم نحاسبها بعد ذلك. لكن فكرة أن من أول يوم أقف، وخلي بالك حتى الإخوان نفسهم أخطأوا هذا الخطأ قبل أن يكونوا في السلطة، صح؟ وقفوا مظاهرات وطلعوا وعملوا وكانوا بيحمسوا هذا. ده انا بقول مخطئ من يفعل، سواء كان الاخوان او السلفيين او غيره، مخطئ من يقف في 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 ميدان التحرير من اجل مطالب فئويه. الان علينا ان ننتظر قليلا، بقول 6 شهور ما بقولش كتير، ده اقتراح، ممكن يكون هذا مسافه طويله، غير يراه شهرين غير يراه سنه، لكن على الاقل نعطي الحكومه فرصه ان تدير هذه الملفات. يعني خلي بالك انا بس لا انا بس هتوقف هقول حته دي. هذه الحكومه برئيسها فكرة إدارة بلد زي مصر مش سهلة، ومحتاجة حد يكون فاهم فكرة دولاب الدولة المصرية. لا الدكتور هشام قنديل ولا أغلب من مع الدكتور هشام قنديل فاهمين يعني إيه دولاب دولة أصلا، ولا فاهمين كيف تدار الدولة، وبالتالي محتاجين فترة عشان يفهموا ويفتحوا هذه الملفات وبعدين نبدأ نحاسبهم. أنا بقول ده ما بلتمسهمش عذر، وإنما بقول أن هذا واقع، هذا واقع. أنت بتشوفي كلام الدكتور هشام قنديل تشعري انه 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 في ملفات كثير جدا هو مش ملم بيها ومش فاهم ايه اللي جواها. نديله فرصه يشوف هذه الملفات. اعطاء الفرصه يعني شيء كان موجود الى حد ما في كتابتك حتى من قبل الثوره، يعني حضرتك لما كنت بتغطي شؤون مثلا الشؤون اللي خاصه مثلا بالحزب الوطني او الشؤون الخاصه بالاحزاب بشكل عام، وكنت بتكتب قبل كده عده مقالات في صحف مختلفه منها حتى الموقع الالكتروني الخاص بالحزب الوطني، يعني اعطاء الفرصه وفكره تفهم موقف الدوله، تفهم موقف القائم وصانع القرار والقائمين على هذه الدوله كان موجود طول الوقت. تمام. يعني بعض الناس بتستغرب ده، انه يعني اذا كنت حضرتك بتتكلم عن اعطاء الفرصه دلوقتي بدعوى ان هم مش فاهمين ومحتاجين ان هم يفتحوا ويفهموا اصلا قبل كده العديد من الملفات قبل كده كان ليه؟ ده صحيح. بص حضرتك، انا قبل الثوره ما قلتش اعطاء فرصه خالص، لكن كنت بقول انه على الحكومه ان تصلح من ادائها من داخل الحكومه هو في التلفزيون المصري، في برامج التلفزيون المصري انتقدت كثير من الوزراء وقلت ان هؤلاء الوزراء لا يصلحوا ان يكونوا في مناصب في التلفزيون المصري. وفي احد وانا كنت بغطي مش شؤون الحزب، كنت بغطي شؤون الاحزاب، انا كنت مناسب في ميدان المصور شؤون الاحزاب بشكل عام وانما الحزب الوطني. وفي مؤتمرات صحفيه كثيره للاستاذ جمال مبارك وقتها قلت بوضوح، وكان في احد المؤتمرات حصلت ازمه بسبب ان انا قلت له قبل ما تنتقد المعارضه دور على مشاكلك جوه حزبك وشوف ان الحزب مش قادر يوصل للناس لا ببرامجه ولا بافكاره ولا باطروحاته. فبدل ما تنتقد المعارضه ويبقى عندك في غصك حلق غصه في حلقك، ابحث عن مشاكلك اللي مش قادر تقرب حزبك ولا حكومتك من الشارع، ويومها
زعل جدا وقال لي انا ما عنديش غصه في حلقي. قلت له لا انا شايف كده. قال لي لا انا مش شايف. قلت له انت حر انت تشوف، لكن انا بشوف. هذا كلام موجود، كان في مؤتمر موجود وكان على الهوا، ما كانش سري. وغضب كثيرون من الصحفيين ومن قيادات الحزب وقتها، وبعدها ويشهد على ذلك كتاب صحفيين محترمين وموجودين حتى الان، قالوا هذا الشخص مفترض ما يدخلش الحزب تاني لانه بيحرم الاستاذ جمال على الهوا. ده كان وقتها. لكن في نفس الوقت كنت بقول دايما انه يا اخوانا خلي بالكم ان البلد فيها ازمه، فيها مشكله. وانا عشان اريح حضرتك اقول لك حاجه مهمه جدا. انا ممن يؤمنون بان هناك مؤامره على مصر. وهذه المؤامره لم تكن مرتبطه لا بوجود مبارك ولا هتكون مرتبطه بوجود محمد مرسي. المؤامره على مصر كمصر. جه محمد مرسي، جه مبارك، جه احمد شفيق، جه من ياتي بعد ذلك، هناك مؤامره على مصر، لان مصر بموقعها، بتدخلاتها في الملفات المختلفه، بوجودها كشوكه في حلق كثير من الدول وكثير من القوى، لابد ان تكون تحت السيطره. سواء حكم اسلامي، حكم مش عارف ايه، حكم يساري، حكم عنيم، لابد ان تكون مصر تحت السيطره. وانا كنت مستشعر هذا الامر من كثير من وقت كبير، وكنت اعلم انه لابد انه لن يقف ضد هذه المؤامره لا حاكم ولا سلطه ولا نظام، وانما الوحيد الذي يستطيع ان يقف ضد هذه المؤامره ويفسدها هو الشعب المصري. فكرة المؤامرة كانت مطروحة طول الوقت، يعني حتى بعض الوزراء حتى السابقين في عهد مبارك لما كانوا يعني خلاص بنحس انه مش لايق حاجة يقولها يقول مصر احنا علينا مؤامرة عشان كده احنا مش قادرين نعمل. في الفترة الحالية برضو لما تيجي المسؤولين او اي حد مثلا من المدافعين عن الحكومة اللي موجودة حاليا بيقول ما اصل مصر عليها مؤامرة عشان كده احنا مش قادرين نعمل، ما كل العالم كله ضدنا، العالم كله واقف ضدنا. يعني فكرة في دول كتير عليها مؤامرات، في دول كتير في الشرق الاوسط عليها مؤامرات وناجحة، تجاربها ناجحة. بالظبط. اشمعنى احنا اللي تجربتنا فاشلة؟ اشمعنى؟ انا عايز اجاوب. رد عليا. هل الخطأ في مين؟ في مين؟ في القائمين على الدولة ولا في الشعب؟ خطأ في المتآمرين على الدولة ولا في الدولة نفسها؟ خطأ في الدولة. أنا بقول مؤامرة، لكن في فرق بين حاجة بقى. أنا أقول أنا مؤمن بأن مصر تتعرض لمؤامرة، لكن بأطالب ألا نتوقف عند هذه المؤامرة وإن إحنا نمشي ونصد بعملنا ونصد بإنجازنا. تمام؟ لكن هناك من يرى إنه فكرة المؤامرة دي شماعة، يقعد زعلان وحزين وبيبكي تقول له بالك مش شغال، يقول لك أصل مصر إحنا متعرض لمؤامرة. لا، الفرق بيني وبينه إن أنا بقول لازم نصب بعملنا بجهدنا بشغلنا بنجاحنا بانجازاتنا ببذلنا الجهد من اجل مصر. ماشي. هو ده الفرق بيني وبينه وبين ناس كتير، يعني بيننا ناس كتير جدا شايفين ان افضل رد على اي مؤامره تعرض لها مصر العمل. العمل. انك تنجزي. انا هقول لحضرتك على حاجه. بنقعد كتير جدا نبكي ونتباكى ونقول ده اسرائيل افضل مننا في التكنولوجيا، ده بتصدر تكنولوجيا مش عارف ب 100 مليار دولار ولا 200 مليار دولار، واحنا ما بنصدرش مش عارف بكام مليون. طب وبعدين العيب في اسرائيل اللي بتصدر ولا العيب فينا؟ العيب فينا. صح؟ نقعد نقول ده اسرائيل عندها ديمقراطيه، ده اسرائيل عندها قوه عسكريه مش عارف ايه، هو العيب في اسرائيل ولا فينا؟ استاذ احمد، فيما يتعلق بموضوع المؤامره تحديدا، بعض الناس احيانا لما بيتحدثوا عن المؤامره بيتحدثوا عن جانب من الصحافه كانه جزء من هذه المؤامره. تمام. وخاصه في اقلام شهيره جدا واسماء شهيره، يعني بدون ذكر اسماء طبعا لان هم لا يوجد عليهم اي اوراق او ليسوا مثلا امام محاكمه او حاجه زي كده، ولكن الاسماء دي دايما بتتردد والقنوات دي دايما بتتردد، وحد منها قنوات موجوده داخل مصر انها جزء من مؤامره. لاي حد دي شماعه؟ دي واقع حقيقي ولا دي شماعه؟ لا، خليني اقول حاجه. الإعلام المصري ليس إعلام عميل وإنما هو إعلام وطن. قد أختلف في الرؤى، قد أختلف في الطرح، حتى الإعلام الخاص، يعني حتى الإعلام المستقل والقنوات المستقلة. هو الإعلام الخاص ده من أصحابه؟ مين أصحابه؟ بعضه مملوك لأسماء من دول عربية، يعني مش أسماء مصرية. بعضه حتى مش معروف مين الملك الرئيسي ليه، مين الممول الرئيسي. عايز أسأل سؤال. البينة على من ادعى؟ صح؟ مش هكمل الجزء الثاني، مش هدخل في حكايه اليمين. البينة على من ادعى؟ ولدينا اجهزه تراقب، ولدينا وزاره اعلام تراقب بشده، ولدينا مدينه انتاج اعلامي تخرج منها هذه القنوات كلها مملوكه او تحت سيطره حاجه اسمها هيئه الاستثمار. نعم. تمام. لما قدم للمحكمه قنوات بتهم انها تخالف قواعد العمل الاعلامي، ايه اللي حصل؟ القضاء عمل ايه؟ خد اجراء.
لسه أول امبارح وقفق برنامج أحد الإعلاميين على قناة دينية 25 يوم، وقبل منه وقف قناة أخرى. إذن وقف برامج، إذن الدولة تملك إنها تتعقب، وإن كل من يبرز أنه متهم أو يبرز اتهامه في ممارسة عمل معين يخالف القواعد والتقاليد والقانون والثقافة المصرية أو يهدد الأمن القومي من باب أولى، ممكن يتم تقديمه للقضاء والقضاء يصدر حكمه مثل ما فعل. بس عايز اقول حاجة، لكن هي المشكلة في ايه؟ انه هل مجرد ان انا على عكس طريقك ابقى انا عميل؟ طب ما النظام السابق كان بيقول على الاعلام انه مأجور وانه واخد فلوس وانه في جهات وطيارات لمجرد انه كان بيعرض. النهاردة نفس التهم بتوجه للاعلام، نفس التهم. هاتي حضرتك ما كان يقوله قيادات النظام السابق وما يقال الان، هو نفس التهم. الاعلام كان وقتها عميل الان، والاعلام الخاص برضه والاعلام الان عميل. الاعلام كان ينفذ اجندات خارجيه، الان الاعلام ينفذ اجندات خارجيه. مش كده بس، التلفزيون المصري كان في النظام السابق يقول لك ده تلفزيون دوله ينطق بوق لمبارك ونظام، الان يقال نفس الكلام على التلفزيون المصري انه بوق ينطق باسم الرئيس، صح؟ اذا هي تهم معلبه. انا لا اتعامل مع هذه التهم المعلبه، أنا أتعامل مع تهم واضحة وعليها أدلة تذهب إلى القضاء فيصدر فيها حكم مثل ما حدث. لكن فكرة أنك تستخدمي هذه التهم المعلبة عشان تنتقمي من معارض أو تنتقمي من شخص أو من إعلامي أو من برنامج لا يسير على نفس خطاك حتى لو كان الخطأ خطأ، أنا أرفض هذا تماما، وأرفض التعلل بهذا من أجل تقييد حرية الإعلام. التهم المعلبة هنتحدث عنها ونتوقف عنها، ولكن أنا عايزة الأول أتوقف عن حاجة، عند حاجة حضرتك قلتها لموضوع أنه القضاء هو اللي يحكم. تمام. القناة دي تتقفل ولا لأ، البرنامج ده يتوقف ولا لأ، بس ده مش هو الحال بشكل كامل في الفترة الأخيرة. في برامج توقفت مش بناء على حكم قضائي، وفي بعض ربما حتى المقالات زي القناة اللي وقفت يعني مثلا الإعلامية بوسينة كامل، هي برنامجها توقف مباشرة حتى دون اللجوء إلى القضاء. هي ما كانش برنامج، ده كانت بتقدم من فقرة إخبارية. نعم. ولم يوقف برنامج، وإنما وقفت عن العمل لحين التحقيق. أنا عايز حضرتك دلوقتي مذيعة محترمة. نعم. وأكني لك كل تقدير واحترام، لكن في الإعلام، العمل الإعلامي، في حاجة اسمها الهوى، قواعد وتقاليد الهوى، صح؟ هل يجوز الخروج عليها؟ أنا قواعد والتقاليد دي أوكي، يعني لا، بعض الناس بتنادي إنه لا يتم الوقف ولا يتم المحاسبة إلا بعد التحقيق. لسه أنا ما في، مش هي الوحيدة. أنا مش مع القرار. نعم، مش هي الوحيدة. يعني الكاتب جمال العربي مثلا، ما يعني برضو نتيجة لمقال ما تم برضو انه هو تم اقالته من منصبه، والموضوع مطروح امام الحاكم دلوقتي. نعم، جمال عبد الرحيم. جمال عبد الرحيم، نعم. تمام. يعني في عدد كبير من المقالات، في بعض حتى الصحفيين قالوا انا مقالتي اتقال ان هي، اتقال لي كده واتصلوا بيا في التليفون قالوا لي معلش احنا مش هننشرها لانه الرأي ده لا يتفق مع رؤيتك. انا قلت لك اهو، بس انا لست مع اي اجراء من هذا. لو وقف الزميل جمال عبد الرحيم وانا بعتبر ان هذا خطيئة، مش خطأ، ده خطيئة وجريمة في حق حرية الصحافة. نعم. أيا كان من كتبه جمال عبد الرحيم، ولا وقف بوسينة كامل أيا كان خطأ، إلا بعد تحقيق تجريه جهة قضائية مستقلة في الصحافة تجريه نقابة الصحفيين، وفي الإعلام يجريه مجلس إعلام. ليه؟ القاضي يطبق القانون، لكن العمل الإعلامي عمل مهني، له مهنية وحرفي، ربما القاضي غير ملم به. وبالتالي عندما يكون هناك مجلس، سواء مجلس نقابة الصحفيين أو مجلس وطن الإعلام اللي هو بمزمع الآن إنشاؤه، بيناقشك مهنيا، أنت أخطأتي هنا مهنيا ليه، ويقرر، وبناء على هذا القرار ممكن بقى تترفع مذكرة للقضاء أو تعمل وتبقى في قضية، بس بناء على تقرير من لجنة إعلامية. الزميل جمال عبد الرحيم أخطأ في نشر خبر غير صحيح. نعم. لكن وهذا الخبر أثار بلبلة، وأنا ضد هذا الخبر وضد نشر هذا الخبر، لكن هل جزاؤه أن يتم وقفه فورا دون ما تحقيق ودون يا أخي، يمكن ما كانش موجود، يمكن غم عليه، يمكن 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 يمكن، يمكن.
كان لابد. هو طبعا لمنصبه هو مسؤول يعني. هو مسؤول لكن هناك إبعاد. ولكن احنا ما بنتكلمش عن يعني ما بنتكلمش عن ما طرحته الاعلاميه بوسينه كامل اذا كان صح او خطا القرار ده، ما بنتكلمش عن المقاله او بنتكلم عن القرار. القرار والقرار يكون في يد من؟ في يد مجلس الشورى مثلا فيما يتعلق بالصحفيين. هنا بقى لازم نطرح فكره المجلس الوطني للاعلام المزمع انشاء والذي وافق على عليه مجلس الوزراء مؤخرا ويتم الان تجهيزه. هذا المجلس الوطني للاعلام مهمته ايه؟ ان يراقب اداء الاعلام لكل وسائله ويحاسب وفقا لميثاق شرف اعلامي يلتزم به كل الاعلاميين، ومن يخالف هذا الميثاق تكون هناك عقوبات، مش بالضروره عقوبات حبس ولا لا. طبعا انا ضد هذا لانه جريمه الاعلامي ما هياش جريمه قتل ولا هي جريمه سفك دماء، وانما هي قد تكون في الغالب الاعم منها جرائم نتيجه اعتقاد او نتيجه خطا في توصيل العباره او في سوء فهم. حتى وان كانت جريمه تشهير يعني احنا هنكملك اهو، ده في حاجات بتصل للسب والقصد. انا هكملك اهو والتحريض. هكملك اتفضل. وبالتالي هذا المجلس الوطني هو الذي يحاسب وهو الذي يراقب وهو الذي يتابع. ماشي؟ لما اجي النهارده بقى الكلام اللي بقوله لحضرتك ده لازم اضع حد فاصل ما بين فكره حريه وما بين فكره انفلات. الحريه لها قواعدها ومعروفه. اما الانفلات والسب والشتم والقصف والتجاوز وهتك الاعراض وهتك ونبش القبور حتى، هذا امر غير مقبول على الاطلاق، وانا اقف ضده واطلع مظاهره ضده. ليه؟ لانه ما اذا حدث هذا في اي مكان اعلامي هو بيسيء لي وبيسيء لكل الزملاء المحترمين في وسط الاعلام والصحفه. لكن المشكله في ايه؟ ان احنا ماسكين حاجه مطاطه يطبقها من يشاء بشكل ويطبقها من يشاء بشكل اخر. من يريد ان ينتقم يستخدم فكره السب والقصف والشتم والتجاوز. من يريد ان يصفي حسابات يستخدم هذا الامر وربما لا تكون تتوافر فيه الشروط. احنا بنقول ان تسند هذه الامور الى مجلس وطني مشكل من شخصيات مستقله حتى تستطيع ان ومهنيه حتى تستطيع ان تحاسب بناء على قواعد مهنيه لا بانتماءات سياسيه ولا بتصفيه حسابات ولا بمرتبات بتقبضها من جهه معينه، وانما لابد ان يكون الحساب مهني في المقام الاول. انا كصحفي مين قال لك ان انا ما بخضعش الحساب؟ انا بخضع الحساب جوه مجلتي وجوه جورنالي، وبخضع الحساب جوه نقابتي. لو انت اشتكيتيني في نقابتي انا اسوأ عندي انا اتحبس. على فكره الاعلام الذي يحبس يحبس يتحول الى بطل، بيخرج بطل. لكن لو نقابتي حاسبتني بشكل مهني وخدت في شأني قرار بايقاف انا مش هبقى بطل بقى. مين هو الصحفي اللي تجاوز ونقابته حاسبته؟ كثيرين على فكره، ربما لا اذكر لن اذكر اسماء، لكن كثيرين على مدى السنوات اللي فاتت كان في قرارات من النقابه. ولكن هي المشكله في ايه؟ انه قرارات النقابه مش على المزاج، لانه بيروها انها قرارات مش هتلبي اللي جواها. هم عايزين قرارات حبس، عايزين وقف، عايزين كذا. النقابه تتعامل بشكل مهني لان انا اقدرك مهنيا. انا النهارده في فرق بين ان انا ارصدك يا استاذ رشا، ارصدك مهنيا وبالتالي انا مهن زيك فافهم انت اخطات هنا ليه؟ لان كان عندك ظروف او عندك معلومه خطا، وبين انا ارصدك وانا عايز انتقي لك او عايز اترصد لك خطا. البعض يريد الترصد ولا يريد النقاء المهني، ودي خطا ودي جريمه كبيره جدا بترتكب في حق الاعلام. هو ليه قالوا ان الاعلام سلطه رابعه؟ لان الاعلام اخذ هذه الصفه وهذه السلطه لانه يعبر عن الشعب. هل انا مطلوب مني كاعلامي وكصحفي وككاتب انه يعبر عن الحاكم او يعبر عن من يقراني، ولا يعبر عن الشارع وما اراه في الشارع؟ اذا كان مطلوب مني ان انا اعبر عن الحاكم انا بقول لك الله الغني مش عايز اشتغل معاه، لا راح اشتغل اي حاجه حتى لو اشتغل فران في مخبز. لكن انما اعبر عن الشارع اللي انا شايفه وضميري هو ده اللي انا هشتغل بيه بس. هو طول السنين اللي فاتت دي دار الهلال كانت لا تعبر عن الحاكم؟ لا كانت بتعبر عن الحاكم. طيب حضرتك كنت منتمي ليها الدار الهلال. وايه المشكله انا منتمي ليها؟ طيب بس يعني دار هذه الدار بس بعبر عن الحاكم ازاي؟ هذه المؤسسه اللي بتعبر عن مجلات بعبر عن الحاكم ازاي؟ هناك فارق ما بين التعبير عن الحاكم وتبصير الحاكم. يعني ايه؟ دار الهلال ما كانتش معبره عن الحاكم بمعنى انها بوق للحاكم.
اطلاقا. والا هعتبر ان الصحف الان وضرب الهلال الان وكل الصحف بوق ايضا للحاكم الدكتور محمد مرسي. لكن هذا لا يحدث. انما كيف اكون معبر عن الشارع وحلقه وصل ما بين الشارع والحاكم بشكل مؤدب بشكل مهني؟ هو انا مطلوب عشان ابقى ضد الحاكم اقول له انت فاسد وانت دكتاتور وانت مش عارف ايه؟ ولا ممكن اقول له يا سياده الرئيس هذا نبض الشارع 1 2 3؟ ولا ممكن اقول له يا حكومه خلي بالك في فقر كذا في الحته الفنيه وفي فقر في كذا في الحته الفنيه وفي كذا في الحته الفنيه؟ ده صح على ما حضرتك. تمام. اذا بس مش ما كانتش هي دي الصوره، ما كانتش هي دي الصوره اللي متاخده في الكتابات. انا يا ريتني كنت جبت لك المجلات الموجوده عندي للمصور كل الاعداد اللي فاتت. هاتي يعني خليني هاتي دليل فعلا يا ريتني جبتها. لانه يعني المقالات مش بتاعت حضرتك. انا ما بتكلمش عنك، انا بتكلم عن هذه الدار اللي حضرتك بتنتمي ليها. بما ان احنا بنتكلم عن هذه المؤسسات اللي بتبصر زي ما حضرتك بتقول دي بتبصر الحاكم، مش هي بوق. تمام. لا يعني الكتابات، اصل الكتابات معروفه كل الناس قريتها. ما هو بالظبط صح على فكره. احنا الاخبار والاحرام ودار الهلال كلها معروفه. الصحفيين خطيئتهم جرسه، تجريسهم كبير. ليه؟ اصلها على الهواء منشوره، مع منشوره، يعني مش هقول حاجه في السر، ما اكتبه منشور. لكن في حاجه برضو مهمه جدا، هو كون ان انا معارض دكتور محمد مرسي مثلا معناه انه لو عمل قرار حلو قرار كويس ما اشكرهوش؟ اكيد لا طبعا. صح. هو هل كل النظام السابق كان كله سوءات؟ ها مفيش 1% حتى كده يعني الى حد ما. ها اذا مش تيجي انت النهارده احمد ايوب مثلا، انا هضرب نفس مثلا بنفسه عشان ما كاتب 1000 مقال، فجيتي تصحي الصبح سايبان 999 مقال وماسكله مقال يعني كان شايف قرار كويس عشان تقول اهو. لا، في تقييم. عشان كده بقول المهني بيقيم. ليه؟ لان المهني راصد وشايف وعارف هو كتب ده ليه. نعم. ده الفارق ما بين. عشان كده ظهرت اتهامات كثيرة جدا في الفترة الأخيرة في الوسط الصحفي، وأغلب هذه الاتهامات لم تكن تنبئ عن حقيقة واقعة، وإنما كانت سابقة، كانت نتيجة أحقاد وخلافات قديمة ما بين أشخاص وبعضهم البعض، وما بين صراعات مين يبقى رئيس تحرير ومين يبقى مش عارف مدير تحرير ومين يبقى إيه. هذه الأحقاد وهذه طلعت النهاردة. والمشكلة عندنا في المجتمع المصري إن لما أجي أتهم حضرتك دلوقتي واقول اطلع بره واقول الاستاذه رشا اتقالت كذا 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 وهذا خطا، مفيش حد بيفكر يسال الاستاذه رشا. كلهم بياخدوا كلامي يروحوا حاطينه المذيعه رشا عملت كذا. حد فكر يتصل بيك؟ محدش فكر يتصل بيك. فهي اتهامات اغلبها مرسله كانت لابد تحتاج الى تحقيق. وانا عايز اقول لك الحاجه، نقابه الصحفيين، مجلس نقابه الصحفيين، اتفق او اختلف معاه او مع النقيب، لكن في النهايه هو مجلس مهني محترم. بقول لك وبأجزم لك عندما يرى شيء خطأ، والمجلس أرى الصحافة عندما يرى شيء خطأ كان يرصدها بدقة بدقة. هذا مجلس المصور كانت تنشر بعض الموضوعات، وكانت بعض يتهمها ان دي موضوعات تخديم على النظام الصادق، والبعض رفع دعاوى قضائية ضد مجلس المصور وكسبت المجلة القضائية بعد، وكانت الأحكام بعد سقوط النظام. ومع ذلك كسبت القضايا. ليه؟ لان في فرق بين انك انت تتعامل مهنيا. انت عارف يعني ايه مهنيا؟ انت استاذه في هذا المجال. مهنيا يعني لا تقول شيء على فلان الفلاني الا ولديك معلومه. انت بقى حره بقى، المعلومه دي قلتيها هيشتمك، هينتقدك، هيتهمك، هيقضيكي، طالما انك لديك معلومه صحيحه وصادقه خلاص. انت تتحملي. ضميرك بقى اللي ضمير الصحفي ده عامل زي الاساس الصلب. كل ما كان الصحفي واثق من نفسه واثق من ضميره، كل ما كان مستعد يشيل برج من الاتهامات، لانه ضميره صح وهو مراعي ضميره كويس. فيما يتعلق بالصحافه القوميه، هنتكلم عن الصحافه المستقله، ولكن عايز الاول التفت للصحافه القوميه. بعض الناس بتقول انه زي ما حضرتك قلت كده انه هي في الفتره الحاليه اصبحت لحد ما بعض الناس بتراها ان هي بالفعل بوق بيدافع عن المنظمه. انا ما قلتش اصبحت، قلت البعض قد يقول عنها كذا زي ما كان بيقال. نعم.
بعض الناس بتقول كده، وبعض الناس كمان بتقول انها كلها شبه بعضها، يعني اصبحت المقالات يعني وكأنه صحيفة الاخبار شبه صحيفة الاهرام شبه صحيفة الجمهورية، كلها ماشية في اتجاه واحد وبنسق واحد، لم تعد كل صحيفة لها هذه الشخصية. ده رأي البعض، ايه تعليقك عليه؟ اولا فيما يتعلق بانها بوق، انا ضد هذا الكلام، لانه ناخد مثال، من الذي يحكم الان؟ دكتور محمد مرسي والاخوان يمثلون هم او حزب الحريه العدليه يمثل ورغم ذلك والحكومه مصره على موضوع اغلاق المحلات في العاشره مساء. هاتي حضرتك تناول الصحافه لهذا الموضوع، الصحافه القوميه. هتكتشفي ان اكتر معارضه لهذا القرار كان في الصحافه القوميه، لدرجه ان الاهرام الجريده اللي احنا بنسميها يعني دي جريده الدوله يعني ناطقها باسمها، منشطها الرئيس من 4 ايام تضارب قرارات الحكومه، او انا مش يعني لكن هذا معنى ان الحكومه بتتضارب في قراراتها. اذا مش بوق، بس زي ما قلت حضرتك في حاجه، قد نكون بعض او الصحف القوميه بتلتزم وصحف حزبيه ايضا ومستقله قد تكون عندها فكره اللياقه في 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 في, في توصيل استخدام الالفاظ، استخدام الالفاظ فقط. هو النهارده مطلوب ان انا اقول ده حكومه فاسده، ده حكومه ده 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 ده، ما ينفعش. هذه اللياقه هل لا تلتزم بيها الصحافه المستقله فقط؟ بالعكس، اغلب الصحافه المستقله، اغلب، وانا دقيق في عباراتي، تلتزم باللياقه في استخدام المعاني واستخدام الالفاظ واستخدام الجمل وفي التخاطب مع، على فكره ليسوا صانعي اثاره كما بيصفهم البعض، اثاره ومنشطات عريضه اغلب، لكن في صحف من اجل الاثار، في صحف بتجري الاثار انها شايفه ان دي بتحقق لها مكسب وتحقق لها قراءه، نسبه قراءه واسعه، وبالتالي الاعلانات ممكن تجي، وفي فضائيات بهذا الشكل، لكن اغلب الفضائيات واغلب الصحف المستقله في النهايه هي صحف وطنيه تعبر عن الشعب، تعبر عن قطاع من الشعب قد يتناقض ما تقوله مع ما تتخذه السلطه او مع ما تقوله. اصل خلي بالك حاجه مهمه جدا ودي بتضايقني جدا، انا صحفي لو انا كتبت مقال بقى ده رايي، فيجي زميل مش عاجبه مقالي، فالمنطق يقول انه يقول انه احمد ايوب قال كذا وانا يرد كمقال، لكن ابو ما يقول لك ايه قال احمد ايوب المنافق الكاذب الكذا 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 الكذا، فيبدا يشتمني على رايي، فيبدا الناس يقول لك شوف فلان شتم احمد ايوب، اصل احمد ايوب ده قال كذا، لا، فيبداوا يتحملوا. ده بيننا احنا كاعلاميين، يعني اغلب الاتهامات للاسف بتاتي بين ما بيننا احنا كاعلاميين وبعضنا او كصحفيين وبعضنا. المفترض ان في حاجه اسمها حريه الراي، انا اقول رايي، يا اخي مش عاجبك رايي قول رايك، عبر عنه، انتقدني بشكل موضوعي بشكل محايد، ما تشتميش. هذا ما حدث في الوسط الاعلامي والصحفي، ان احنا تحولنا ان احنا بنشتم بعض ونقلنا صوره عن بعضنا، وفي مبدا دايما اقوله او اردده مش اقوله ورا اساتذتنا الكبار في المهنه، انه القارئ ما بيشتريش الجورنال ولا المجله ولا بيتفرج على البرنامج عشان احنا بنشتم بعض، القارئ بيشترينا عشان يشوف اخباره ايه، الحاجات اللي تهمه، وما يهمش القارئ ابدا. اهلا بكم مشاهدينا من جديد، لسه معاكم في مشاهير ومشاوير، ولسه ضيفنا الكاتب الصحفي احمد ايوب. استاذ احمد، احنا توقفنا عند موضوع انه الصحفي من حقه انه هو يعبر عن رايه زي ما هو عايز، ولكن عندما يتحول الخبر، تغطيه الخبر ايضا لراي، يتم يعني بنشعر كده احيانا انه كتير من الصحف، خاصه برضه عشان ما اتهمش القوميه قوي، يعني اغلبها صحف مستقله، الخبر بيحمل صبغه راي والمانشيت بيحمل راي مش مجرد خبر. انا ضد ده، ولكنه موجود بصوره كبيره في الصحافه حاليا. انا ضده. هو بصي، لا يمكن ابدا هاقر شيء خطا. المهنه اللي اتعلمناها بتقول ان الخبر خبر والراي راي. الخبر في قسم اسمه قسم الاخبار. نعم. طالما انك انت نزلت هذا الموضوع باعتباره خبر يبقى خبر. قرر الرئيس كذا، افتتح كذا، وافق على كذا، اوقف كذا. تمام؟ اما فكره انك انت تضيف لي الحبشتكنات اللي بتتعمل ديت والشطه والفلفل، فيما يبدو انه انتقام من فلان قرر كذا، لا، انا هذا ليس، ده انتقل من مرحله الخبر الى مربع او من مربع الخبر
الى مربع الرأي. تمام؟ الرأي ده لصفحة اخرى اسمها صفحة الرأي او المقالة. فده انا معاك انه هذا خطأ يحدث في كثير من الصحف القومية والحزبية والمستقلة. صحيح؟ ولكن وهذا عيب مهني قاتل علينا جميعا ان نلتفت اليه. وعلى فكرة كثير من تقارير المجلس الأعلى للصحافة قبل الثورة وبعدها ترصد مثل هذه الأخطاء وخلط الخبر بالرأي زي خلط الخبر بالإعلام أو الصحافة بالإعلام. وبالتالي أنا ضد هذا الأمر وأنا بطالب الجميع خد يا سيدي اكتب الخبر وخد مقالك اكتب في رأيك عنه بس خلي الخبر خبر خلي المهنة نقية. طول ما المهنة نقية طول ما القارئ هيستمتع بقراءتها وطول ما احنا مصداقيتنا عالية. هو ايه اللي افقدنا المصداقية بهذا الشكل؟ افقدنا المصداقية قلة استخدموا الصحافة منبر للانتقام، منبر للتصيد، منبر للمزايدة، منبر للابتزاز. هو ده اللي افقدنا. بس هذه القلة يعني هم فقط قلة ويوضعوا في مكان يعني ان هم مش مشاهير، ان هم اقلامهم مش قد كده مؤثرة في تشكيل الرأي العام. بعضهم مش بعضهم بقى مؤثر للأسف الشديد. وده دايما نقول ايه، المواطن هيفرز الغف من السمين، ولكن للأسف الشديد احيانا بيغم على المواطن فما بيقدرش يفرز. تمام؟ كثير بعض من يكتبون باعتبارهم وطنيين يعني بعيدا عن الورق تكتشفي انهم مواقفهم. انا مش بانكر هذا، لكن بقول لا تعمموا. الصحافه والاعلام فيها كثير من النقاء، فيها كثير من الوطنيه. الوطنيه هي الغالبه على هذه الوسائل، وعلينا ان نراعي هذا وان نعترف بهذا. وبدل ما نقعد ننتقم وبدل ما نقعد نوجه اتهامات، ما تيجي نصلح الحال. الحكومه عايزه تعمل مجلس وطني للاعلام، طب تعمله وتشكله من شخصيات مستقله تحظى بالاحترام. للأسف الشديد حتى لما بيجي يشكل مجلس وطني أو مجلس الإعلام أيا كان مجلس، بتكتشفي أن الشخصيات الموجودة فيه شخصيات ملهاش علاقة أصلا، أحيانا ما بقاش له علاقة أصلا بالمهنة، وجايين لمجرد أن فلان ده عايزين نكافئه نحطه في حتة فلانية. وهقولك على حاجة، المكافآت كانت موجودة، مكافآت بالمناصب كانت موجودة في العصر القديم وموجودة الآن، حتى الآن موجودة مكافآت في بعض المناصب. العلاقات الشخصية كانت تأتي بالناس في مناصب العصر القديم وتأتي الآن بالناس في مناصب في العصر الحالي. إذا إحنا عايزين نبني صح. أنت عارف حضرتك لما بتيجي تبني عمارة وبيجي كده الخلاط بيعمل الصبة عشان عمود، وبعدين يجي كده المهندس اللي معشش في حتت كده فيقول لك لا 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 هدوا وابني من جديد، لأن ممكن ده يهد العمارة كلها. انا بقول ان احنا النهارده في بعض التصرفات عايزه تتهد وتتبني من جديد، ما ينفعش اصلاح عليها لانها هتهد العماره كلها، هتهد مصر كلها. ده لازم نبقى واخدين في مكافآت في مناصب، في معارف بترتب على انك تيجي في مناصب. المكافآت بتصل احيانا لمنصب رئيس التحرير او من يدير مؤسسه بتصل مش بشكل كبير، لكن بتصل ان العلاقه تاتي بك رئيس تحرير. وانا اعفين ان انا اقول اسماء، لكن هذا حقيقي وهذا واقع. انا مش قديما وحاليا، فانا بقول لا قديما ده مفروغ منه بس انه هو يستمر وحاليا يعني ده وحاليا. فانا بقول ان احنا معلش هنتحمل التجربه جديده، ولسه الثقافه المصريه محتاجه تتغير، ومش هتتغير في يوم وليله، هتتغير تاخد وقت. فعلينا ان احنا نتحمل، وبدل ما نصلح بالتخريب لا تعالوا نصلح بالتقويم. تعالوا نقول يا اخوانا لا، ونزن على كلمة لا دي كتير ونغلس فيها عشان نلزم صاحب القرار انه يعدل. احنا النهاردة بقينا في مناخ الى حد ما صحي، مش عايزين نفقد هذا المناخ لمجرد خلافاتنا. انا قد اكون متضرر من شيء، لكن مش معنى تضرري منه ان انا افضل اضرب في نار. ما هو لو كل واحد فينا كاره فلان ضربه بالنار مصر مش هيبقى فيها حد، مش كده؟ لو جينا النهارده انا بتكلم بجد. فاحنا النهارده بدل ما نضرب بعض بالرصاص، تعالي النهارده نصلح بعض، نقوم بعض. الاعلام في بعض التجاوزات، في نقاط سوداء، في بعض النقاط السوداء علينا ان احنا نصلحها. يبقى لازم كل اعلامي شريف وكل اعلامي وطني لازم يكون يضع لبنه في تصحيح هذه الصوره. مجلس النقابه يتحرك ويمارس دوره. الاعلام كفضائيات وكتلفزيون مصري والى اخره، ولا اعفي التلفزيون المصري من اي اخطاء، في مشاكل تعال نشوف
وزير الإعلام الآن هو مملوك بالسلطة ومجلس الأمناء يقعدوا ويشوفوا إيه الأخطاء ويصلحوها. مجلس الوطني الإعلام نسرع بتشكيله ومن شخصيات وطنية مستقلة فهمة مهنية فهمة يعني إيه إعلام عشان ما تحاسبش على أفكار سياسية. للأسف الشديد عايز أقولك على حاجة، أنا أحيانا باجي أكتب خبر كصحفي بيجي حد سياسي يكلمني يقول لي الخبر ليه بتكتبه؟ أقول له حصل، يقول لي حصل بس ما تكتبوش. طب مين اللي يقول لي تكتب ولا ما تكتبش؟ هو هو صحيح، هو سياسي، هو شايف إن ده ضره سياسيا، أنا إعلامي شايف إن الخبر طالما صحيح ينشر، طالما صحيح ولا يمس أمن القوم للبلد. هو أنا لما أكتب خبر عن وزير بهد أمن الدولة؟ ولا بكتب خبر عن رئيس حزب؟ ولا بكتب خبر عن حزب؟ ولا حتى عن رئيس طالما لا يمس الامن القومي؟ يبقى انا بهد البلد؟ لا بهد البلد، طالما بنتقد، لو انا بنتقد وزير ولا رئيس حكومه ولا رئيس جمهوريه بهد امن القومي البلد؟ ما هو اللي هد مصر ايه؟ ان السابقين كانوا بيعتبروا المساس بيهم مساس بمصر. كان بيصل الامر يقول لك انا مصر، مين انت مصر؟ لا انت مش مصر، ولم يكن هناك شخص اسمه مصر، مصر هي بس، هي 90 مليون. بما فيها إعلامها، بما فيها حكومتها، بما فيها مجلس الشعبية والشورى، بما فيها الأزهر، بما فيها الكنيسة، بما فيها كل الناس، بما فيها الطفل اللي لسه مولود من دلوقتي، طبعا فيها كل دقيقة بيتولد تقريبا 3 أطفال، فبما فيها الأطفال اللي اتولدوا دلوقتي، وبما فيها اللي مات من دقيقة واحدة. أستاذ أحمد، ملامح المصور اتغيرت إزاي بعد الثورة؟ يعني في الوضع الحالي المصور إزاي اتغيرت؟ المصور طول عمرها معبرة عن الشارع. ويمكن المصور من المطبوعات القليلة التي لم يأتيها أحد من خارج أبنائها. زميلنا الأستاذ عز البدوي جاء خلف الأستاذ حمد رزق وكلهم زملاء، قد تختلف الرؤية السياسية لكن في النهاية هم زملاء مهنيين، وده أنا بقولها وأنا لا أجامل فيها أحد. لم تختلف في التناول على الإطلاق، قد تكون هناك بعض الخطوط اختلفت خطوط سياسية لكنها لم تختلف في التناول، ونفس الجرأة هي نفس الجرأة، ونفس الانتقاد هو نفس الانتقاد للأشياء الخطأ، نفس الحفاظ على الأمن الوطني للبلد هو نفس الحفاظ على الأمن الوطني للبلد، نفس مساحة الرأي المكفولة للجميع هي نفس مساحة الرأي المكفولة للجميع. في ظل عصر مبارك كان يكتب في المجلة معارضون لمبارك، وكانت تجرى حوارات مع معارضين لمبارك، والآن نفس القصة، هناك معارضون للدكتور محمد مرسي والإخوان يكتبون في مجلة المصور، ولن تتنازل المجلة عن هذا لأن ده سمت المجلة ودي شخصية المجلة اللي خلاها أول مجلة يحاور رئيس تحرير الأستاذ مكرم محمد أحمد سابقا يحاور أعضاء حركة كفاية. أول مجلة قومية أو أول مطبوعة قومية تحاور أعضاء حركة كفاية في 2005. كانش حد خايف، كان كلهم خايفين يقربوا منه. الراجل ده صادفهم في مكتبه. النهارده هي نفس المجله اللي بتحاور المعارضين للاخوان وبتسمع من وجهه نظره. النهارده الثلاث، بكره المجله طالعه هتحمل عدد كامل عن الكنيسه بعد انتخاب البابا الجديد. هناك انتقادات للاخوان فيها، هناك انتقادات للدوله، هناك انتقادات للحكومه، هناك انتقادات للكنيسه من داخلها، ولن نحذف كلمة واحدة لأن هي ده سمت المجلة. إذا ما عملناش كده يبقى احنا مغيبين عن الشارع، يبقى احنا مغيبين عن التغيير. يعني لم تمنع أي مقالة، لم تمنع سلسلة كتب، لم تمنع أي شيء من هذا إطلاقا. أتحدى وأنا بقول هو أن تكون هناك مقال، أن يكون هناك يعني مقال. كتاب العائدون من جنة الإخوان لم يمنع؟ لم يمنع. ما إيه مشكلته؟ إيه اللي حصل؟ ولا حاجة. مجلة العائدون من جنة الإخوان نشر على حلقات مع الزميل الاستاذ محمد رزق عندما كان رئيسا لتحرير المصور. ثم جاء الاستاذ عزت بدوي رئيسا للتحرير. كانت المقالات بترسل من خلال الزميل كاتبها او الاستاذ صلاح الخرباوي، فلم ترسل في المقالات اللي كان بيبعتها الاستاذ حمدي بشكل مباشر. فلم ترسل المقالات، وبالتالي استاذ عزت لم تكن لديه مقالات عشان تنشر اصلا. وعلى فكره هذا الكلام كلام قاله الرجل المحترم الاستاذ صالح خليل بنفسه على موقع البديل، قال له انا ما بعتش. فلم تمنع مقاله من النشر على لسانه. برضه قيل انه ابلغ انه هذا المقال او هذا الكتاب او ايا كان الاشياء اللي كتبها يعني انها لن تنشر او ستصادر، فهو قرر يصادرها كده من نفسه. مين قال له؟ مين قال له؟ أنا أستاذ صارو اتكلمته، الراجل قال لي أنه يعني أنا ما حدش بالي، أنا توقعت أنه أو حبيت أعفي رئيس التحرير الجديد من الحرج لو ربما تكون كذا، فمنعتها من نفسي. لكن عايز أقول لك على حاجة، صارو الخرباوي ده واحد من أعمدة مجلة المصور.
واحد من أعمدة مجلة مصر ورجل له مواقف، ومن يمنع له مقال شخص غير مدرك لقيمة ومكانة صلة الخرباوي. لأن هذا الرجل واجه مشاكل كثيرة جدا ولكنه تحملها، فما حدش وما بيكتبش بحس انتقامي، ده بيكتب بحس وطني، بحس وطني. وانا معاكي، والراجل بعت لي للاسف طبعا ما قدرتش احضر، كان عنده توقيع كتاب الجديد امبارح، كان داعيني على ان انا احضر، لكن للاسف يعني ظروفي كان عندي شغل بالليل فما قدرتش احضر، لكن هو واحد من الناس الذين استمتع ويستمتع جميع قراء المصور بالقراء بالكتاب والقراءه دي، واعتقد انه ليس بعيدا عن المصور ولا عن دار الهلال، وسوف يعود لها قريبا، لان هو اعفاها من الحرج، وقت ما يريد صلاة الخرباوي سوف يعود لمجلة المصور. في النهاية أستاذ أحمد إحنا بنشكرك على فكرة، ده ليس رأيي، ده رأي رئيس التحرير ومجلس التحرير والزملاء كلهم مجلة المصور، لأن بقول لك ده ركن من أركان مجلة المصور اللي أضاف لنا زميل حمد رزق عندما كان رئيس التحرير، أضاف لنا كتاباته المميزة. فيعني أعتقد إنه ما حدش أبدا ينكر هذا الرجل، ولا ينكر دوره، ولا ينكر كتاباته وأهميتها الوطنية. في النهاية الكاتب الصحفي أحمد أيوب مدير تحرير المصور، شكرا لحضرتك على هذا اللقاء، ومشاهدينا في الختام ليكم كل التحية، وإلى اللقاء.